الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية، وأزمة في الكنيسة القبطية بسبب تمرد الراهب المتجرد يعقوب المقاري. أما في النصف الثاني من حلقة اليوم فنناقش الأبعاد السياسية والقانونية حول الأحكام الصادرة اليوم في قضية فض الرابعة. تابعونا. أهلا بكم في بتوقيت مصر. النهاردة الرئيس السيسي استقبل في القاهرة الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، ورئاسة الجمهورية قالت وصرحت أن الرئيس أكد خلال اللقاء أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وخصوصا في مجال التعاون العسكري، ونرحب بانطلاق فعاليات المناورة المشتركة النجم الساطع اللي هتبدأ من النهاردة والحد يوم 20 سبتمبر الجاري. وأشاد كمان بتدريبات مشتركة تمت خلال الأيام الماضية في مجال مكافحة الإرهاب. ده بيحصل برضو بالتزامن مع تصديق وزير الخارجية الأمريكية النهاردة على الإفراج عن مساعدات عسكرية لمصر قيمتها 1.2 مليار دولار، ودي بتشمل 195 مليون دولار لو فاكرين اللي كان تم تجميدها في وقت سابق. ده كله بيعيد للواجهة التساؤلات والتساؤل يعني الرئيسي والمركزي عن علاقتنا بالولايات المتحدة، وما دامت الصداقة قوية ومحترمة وقائمة بقوة بحسب التعبيرات يعني الرسمية، فليه بنسمع من إعلاميين من سياسيين كلام كتير جدا عن المؤامرة الأمريكية ضد مصر أو الدعم الأمريكي للإرهاب، رغم أنه في نفس البيان احنا بنقول أننا بنعمل تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب؟ فبالتالي ده سؤال مركزي يمكن مستمر طول الوقت وعمرنا ما لقينا له إجابة في الحقيقة. خلونا نرحب من واشنطن بالأستاذ محمد سليمان الباحث في جامعة جورج تاون. برحب بك يا أستاذ محمد. ويعني دلالات هذه الأخبار عندما تأتي في يوم واحد، يعني كلها أخبار تتعلق بتعاون مشترك على أقوى ما يكون، السحابة العابرة لو جاز لينا يعني التعبير اللي كانت متمثلة في تعليق 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية خلاص انتهت، وبنتكلم عن إفراج كامل عن المعونة العسكرية لمصر، ومناورات نجم ساطع ومناورات وتدريبات مشتركة في مكافحة الإرهاب. دلالات كل هذه الأخبار. اهلا بك. اول حاجه استاذ تامر، زي ما انت قلت انه دي عباره عن سحابه سيف. العلاقات المصريه الامريكيه علاقات وطيده، العلاقات المصريه الامريكيه تمتد من 1947. حجم المساعدات العسكريه الامريكيه للقاهره بتبلغ حوالي 73 مليار دولار في مجمل المده، وبالتالي كان في يعني حاله من التشكك حول علاقات واشنطن بالقاهره من بعد 2013، ولكن في الحقيقه واشنطن بتثمن القاهره ودورها في منطقه الشرق الاوسط، بتثمن علاقات استراتيجيه بينها وبين مصر فيما يتعلق ب قناة السويس، فيما يتعلق باستقرار الإقليم، فيما يتعلق بالدور المصري في الملف الفلسطيني، وبالتالي ما كانش من المرجح أنه الولايات المتحدة الأمريكية تكون بتقطع علاقات أو تنهي ملف المساعدات العسكرية أو التعاون العسكري مع القاهرة. وخلينا نقول أنه العلاقات المصرية الأمريكية تأتي بمعزل عن الرأي العام في البلدين، حتى يعني في الولايات المتحدة الأمريكية هناك حديث عن ربط المساعدات العسكرية بحقوق الإنسان، حتى الكلام ده يعني يعتبر أقلية في الولايات المتحدة، لأنه هناك أشياء مرتبطة بالأمن القومي، مرتبطة بالاستراتيجية العسكرية الأمريكية، وفي بعض الأحيان الضغط من الكونجرس لا يأتي بثماره. فيما يتعلق بالدلالات، دلالات مهمه. احنا بنتكلم النهارده على 195 مليون دولار تم دفعهم للقاهره من حوالي 10 ايام، والنهارده عندنا 1.3 مليار دولار من السنه الماليه السابقه 2017 ايضا سيتم تمويلهم لمصر في ما يتعلق بمساعدات او مساعدات عسكريه. الى جانب النهارده بدء مناوره النجم الساطع، وهي مناوره كبيره جدا، مهمه جدا بالنسبه لاستقرار المنطقه. الدول المشاركه مش بس مصر وامريكا، احنا بنتكلم على اكثر من 24 دولة موجودة في الصحراء الغربية المصرية بتقوم بمناورات مرتبطة بإنزال بحري وجوي وخطط تكتيكية، وبالتالي دي من الأمور اللي بتقول إنه العلاقات ما بين القاهرة وواشنطن علاقات قوية ومتينة. طيب، يعني هل هي علاقات قوية ومتينة بصرف النظر عن الإدارة الحاكمة، ما إذا كانت جمهورية ديمقراطية ده مش بيفرق في حاجة في مجمل العلاقات، ولا في تفاصيل يعني ممكن تفرق إدارة عن التانية؟
انا رايي الشخصي انه العلاقات المستوى الامريكيه او العلاقات الامريكيه الاستراتيجيه بشكل عام لا تختلف ما بين رئيس ورئيس، الا اذا يعني كان علاقات مع الصين او روسيا ودي دول عظمى فالعلاقات ما بيها ترتبط بماديه او ترتبط باختبارات فيما يتعلق بحروب او اجتياحات. اما في علاقات مع الدول الاخرى التي تعتبر حلفاء هي علاقات لا تتغير، علاقات تسمى بعلاقات المسار الواحد، هي علاقات وديه، علاقات تتسم بالتعاون، يوجد فيها نوع من الاستثمار الاستراتيجي، وعندما تستثمر في علاقات مع دولة ما مش من الطبيعي ان انت هتقوم بانهائها في ظل اختلافات سياسية. احنا القاهرة مر عليها انظمة حاكمة منذ الرئيس السادات، الرئيس مبارك، الرئيس الان انتهى بالرئيس السيسي، ولا يعني وعلاقات شبه مستمرة وفي نفس الدرجة من التعاون. فيما يتعلق ب حتى المشهد في امريكا، المشهد في امريكا بيقول انه القاهره حليف مهم، القاهره كانت موجوده في خلال المواقف الصعبه في المنطقه، خصوصا حرب الخليج الثانيه واجتياح صدام حسين للكويت، ثم ملف 2003، ثم الربيع العربي والانهيار الحادث في دوله ليبيا، ومشاركه مصر مع باقي الدول التحالف فيما يتعلق بمحاربه داعش، وبالتالي مصر موجوده في كل الملفات الشائكه وكل الملفات المهتمه بها الاداره الامريكيه في المنطقه، ومن الصعب انك تعوض غياب علاقات مصريه امريكيه بحليف اخر في ظل انهيارات في انظمه ودول كانت موجوده في المنطقه. طيب يعني انا بس عايز اخد نقطه مهمه انت اشرت ليها، وهي ان العلاقات المصريه الامريكيه علاقات عابره للراي العام في البلدين، يعني زي ما كان في الولايات المتحده، زي ما حضرتك بتقول انه في من وقت للآخر سواء في الكونجرس أو حتى في الرأي العام نفسه كلام عن ضرورة ربط المساعدات بملف حقوق الإنسان، وده مش بيحصل يعني، أو حتى لما بيحصل في إجراء مؤقت بيكون مؤقت جدا وبينتهي سريعا. كمان عايز أخد برضو في الفترة اللي حكم فيها الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي، سواء السنة اللي حكم فيها أو الست شهور، يعني نتكلم على سنة ونص إجمالي سواء برلمان أو رئاسة، برضو لم تتأثر العلاقات المصرية الأمريكية، رغم أن الخطاب القائم عند الإخوان هو خطاب طول الوقت كان معادي للولايات المتحدة، ورغم كده لما حكم الإخوان والمزاج الإخواني العام كان يعني لا يرتاح للولايات المتحدة ودورها، برضو لم تتأثر العلاقات المشتركة، وشفنا تصريحات قريبة جدا من اللي بنشوفها النهاردة. هجاوب على السؤالين، او اجابه السؤال الاول انه الولايات المتحده الامريكيه لديها من الادوات السياسيه والادوات الخاصه بالاساسات العامه اللي بيسمح لها بقطع باستمرار المساعدات او قطع جزء من المساعدات. في حاجه اسمها قانون ليفي، وقانون هو مرتبط بربط ملف المساعدات بحقوق الانسان فيما يتعلق بدول العالم اللي امريكا بتتعامل معاهم بشكل عسكري. قانون ليفي قانون استمر من سنه 97، منذ بدءه فرانك ليفي في 97 انتهاء الى الان، ولكن في قانون ايضا جديد تم استحداثه، وهو انه الوزير الخارجيه الامريكي له الحق بانه استمرار المساعدات في حاله رؤيته انه ده مرتبط بشان الامن، شان الامن القومي الامريكي، وطبعا ده تفسيره فضفاض، تفسيره مرتبط برؤيه الخارجيه الامريكيه للعلاقات الامريكيه مع عده دول واكيد منها مصر، وبالتالي هوى الادارات طبعا يعني جزء من المعادله دي. شهدنا اداره اوباما كانت بتحجز جزء المدني من المعونه الخاصه بمصر، ولكن شهدنا انه اداره فريق ترامب بشكل عام مؤيد وعنده ثقه في القاهره. فيما يتعلق بسنه حكم الاخوان المسلمين، العلاقات المصريه الامريكيه علاقات مؤسسيه، يعني هي علاقات متجاوزه لفكره الانظمه السياسيه او فكره يعني فكره واشنطن وفكره القاهره، هي بتقول اي تقول بشكل رئيسي الى علاقات المؤسسه العسكريه والتعاون الاستخباراتي والتعاون الامني ما بين دولتين، وده كان عابر للانظمه وعابر للشخصيات بغض النظر عن من يحكم. طبعا يعني الاخوان المسلمين في القاهره في فتره حكمهم في 2013 2012 2013 كان الحديث عن انه امريكا عدو وانه امريكا يعني خصم، انا في حقيقه الامر انه لم يشهد اي تغير في العلاقات طبقا للارقام وطبقا للتصريحات من المسؤولين الامريكيين في تلك الوقت ومن المسؤولين المصريين ايضا. طيب لكن استاذ محمد، يعني يمكن المكالمه اللي كشفت عنها صحيح التقارير الصحفيه كان بتتكلم عن انه الرئيس السيسي اجرى اتصال هاتفي بترامب وقت يعني ما اثيرت الازمه الاخيره علشان يطمن اذا كان مستقر في الحكم او لا. هل ده بيعكس قلق من جانب القاهره انه في حاله حدوث تغير في الاداره الامريكيه ده ممكن يغير طريقه التعامل الامريكيه مع القاهره؟ لا
خلينا نوضح حقيقة المكالمة. المكالمة اللي تم الورد عليها في الكتاب الشهير لبوب وودوارد هي مكالمة تعود إلى التفاوض حول إطلاق سراح أي حجازي منذ أكثر من عام، وبالتالي المكالمة مرتبطة ببداية حكم الرئيس ترامب وكافة الشكوك المرتبطة باستمراره في الحكم، مرتبطة بالتحقيق روبرت مولر حوالين التورط الروسي في انتخابه رئيسا للجمهورية، وبالتالي هي مرتبطة بشكوك مصر حول استمراره، لأنه هو رئيس أكبر دولة في العالم، وبالتالي عدم استقرار في واشنطن يؤدي على عدم استقرار في باقي دول العالم. ده سؤال منطقي، بالعكس هو سؤال ذكي، هو سؤال إلى أي مدى أنت مستمر في الحكم، ده كان سؤال مطروح، وكمان هو مش دلوقتي، ده سؤال رغم أنه رد فعل أو ما قيل في الكتاب أن ترامب أغضبه صيغة السؤال. صحيح، لأن هو في الرد عليه أو في كمان التسريب بتاع نزلته نيويورك تايمز من يومين، انه سالوا ردوا على الاجابه دي انه حس انه شرعيته في الداخل مشكوك فيها فيما يتعلق برؤساء العالم، ان رؤساء العالم بيشكوا من انه في احتماليه ان هو يتم خلعه من منصبه، وانه ده بيأثر على مركزه خارجيا ودوليا كممثل للدوله الامريكيه. فده كان في سياق الصراع الداخلي داخل الولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق بترامب واستمراريته والتحقيق الخاص بالاف بي اي. طيب يعني برضو الكلام الاخر، المقال مجهول الهويه اللي كان نشر ايضا من ايام لاحد افراد اداره ترامب، محور قد نسميه يعني محور الممانعه داخل اداره ترامب، واللي بيتكلم عن انه يعني بيحاول ان يتصدى لجموح الرئيس الامريكي. يعني هل ممكن تحركات من جانب الإدارة أو من داخل الإدارة مناهضة أو مغايرة بعض الشيء لتوجه ترامب نفسه تجاه بعض الملفات تخلي في محاولة لتغيير هذه السياسات، أو أن هي تضع عراقيل أمام ما يريده ترامب في القضايا الخارجية بشكل عام وبالتالي أيضا القضية المصرية؟ فيما يتعلق بالمقال المجهول لنيويورك تايمز، الشخص اللي كتب المقال هو بالتاكيد حد من 20 الكبار اللي هم ال 20 اللي هم سواء وزراء او ما يسمى بشيف اوف ستاف او رئيس موظفين، حد من العشر الكبار. في الاغلب هم طبعا جمهوريين، وبالتالي لا يوجد اختلاف كبير فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجيه الامريكيه. الخلاف مع ترامب يرتبط بحربه التجاريه مع الصين، حربه التجاريه مع حلفاء منهم كوريا ومنهم كندا ومنهم الدول الاوروبيه، خلاف فيما يتعلق بتجديد علاقات يجب تجديد علاقات اسف تجديد العقوبات على روسيا نتيجه التدخل في انتخابات. فهي ملفات مش مرتبطه بالتوجه العام الامريكي، هي مرتبطه باشياء يروا انه ترامب ضعيف فيها او انه ترامب عاجز على اتخاذ فيها قرارات. وهو ايضا المقاله دي جزء من تمهيد لامريكا ما بعد ترامب. في انتخابات هتيجي في نوفمبر 2018، في الاغلب الكونجرس هيقول الى اغلبيه ديمقراطيه طفيفه، وبالتالي ده معناه تكسيح او تكسير عظم لاداره ترامب في السنتين اللي ما قبل الانتخابات الرئاسيه في 2020، وبالتالي هو جزء من حرب داخليه او من هو الحزب الجمهوري ما بعد ترامب وتدميره للقاعده الايديولوجيه للحزب وقواعد الناخبين. الحاله المصريه بعيده عن الخال اللي موجود في البيت الابيض، بعيده عن الظروف دي، لانه مايك بومبيو هو حد يعني عقليه دولتيه، عقليه مؤسساتيه، يرى الملفات الخارجيه فيها انفصال تام عن ما يحدث داخل البيت الابيض. توضيحات مهمه بشكرك عليها استاذ محمد سليمان الباحث في جامعه جورج تاون، شكرا جزيلا. أزمة جديدة في الكنيسة الأرثوذكسية أو الكنيسة القبطية، وبرضو مكانها قريب من دير أبو مقار. في راهب اسمه يعقوب المقاري أعلن أن هو ومعاه 10 رهبان آخرين أعلنوا الانفصال عن الكنيسة وبقوا مش بيعترفوا بالبابا تواضروس، وقالوا أن مقرهم اللي هيدروه بنفسهم هو دير الأنبا كراس في وادي النطرون، وده في مواجهة قرارات ضبط الرهبنة اللي أخدتها الكنيسة واللي تضمنت حصر الأديرة المعترف بيها والرهبان اللي جواها، وما كانش منهم الدير ده ولا الراهب ده اللي الكنيسة أيضا أعادت نشر قرار عزله الصادر في 2015 وسط اتهامات ويعني مشاكل متبادلة تتعلق بالجوانب المالية. تعال نشوف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده ونرجع نكمل النقاش. Thank you.
خلونا نرحب عبر الهاتف بالاستاذه كارولين كامل الصحفيه في موقع مدى مصر. برحب بك يا استاذه كارولين، وخليني يعني نحاول نوصف الموضوع في البدايه. هل ما حدث من يعقوب المقاري ومن معه يعني يصلح او يرقى لاننا نسميه ازمه داخل الكنيسه الارثوذكسيه؟ يعني هو بالتاكيد اي وصف تاني يعني مش عارفه بالظبط هيكون معناه ايه، بس هو ازمه، لان الكنيسه دلوقتي موضوعه قدام ان في انشقاق واضح ولازم تاخد فيه موقف، وفي نفس الوقت بالتوازي مع ده في ازمات تانيه، في ازمه قتل رئيس الدير، في ازمات الصعيد، فطبيعي طبعا ازمه. طيب بس الناس شايفه انه يعني في النهايه دول عدد محدود من الرهبان يعني او الرهبان المشلوحين، فبالتالي الازمه ممكن تكون مش كبيره او يعني يسهل التعامل معاها. هو الكلام عن العدد اسمح لي، هو مش ده اللي يعكس مدى عمق الازمه وجديتها من عدمه. ده انت بتتكلم على مكان مبني وهم مسمينه دير، وهذا الدير له استثمارات وجواه ناس عايشه وعنده خدمات وبيمثل كيان من بعيد ان هو كيان كنسي. فانت بتتكلم ان الازمه دلوقتي مشتبكه مع الدوله كمان، هل هذا الكيان الدوله الى اي مدى هتتعامل معاه على انه مكان ديني او مكان كنسي؟ وامتى لما الدوله هتتدخل في التعامل مع هذا المكان بوصفه بقى مكان البابا قال ده مش دير، مش دار والناس عباد، اللي جوه دي مش رهبان، فهيبقى تعامل الدوله ازاي؟ فهو مش العدد، هو على قد التبعيات ومدى الازمه وعمقها، مش بس مع الكنيسه، في مشكله مع الدوله كمان هتحصل. طيب يعني يمكن القرار اللي نشرته الكنيسه بشلح يعني الراهب هو يرجع ل 2015، يعني هنتكلم على 3 سنين كانت دير شغال فيهم بشكل يعني مستمر ومتواصل. دعني اوضح لك حاجه برضو. اتفضلي. هو ما كانش شلح، في فرق بين الاثنين. قرار الشلح هو قرار خلاص تم تجريده من الرهبنه وعودته لاسمه العلماني، لكن في 2015 نقدر نقول ان هو تم اقصائه من الدير لعله يرجع لرشده يفكر تاني، خاصة إن الدير مبني أو كان واخد قرار بالبنى من أيام بابا شودة. صحيح. دي نقطة هنتكلم فيها برضو لأنها نقطة مهمة، بس خلينا يعني خلال حتى لو عزله من الدير، بس هو في النهاية خلال 3 سنوات كان بيمارس عمله بشكل طبيعي رغم هذا بالزبط. القرار كانت فين الكنيسة بس طول الفترة داخل دي؟ الدير. كان في انتظار لفكره التقنين وفكره العوده وفكره ان تسليم الحسابات للكنيسه، الاعتراف بشرعيه الكنيسه عليهم، ولكن يعني نقدر نقول كان البابا مديهم فرصه لمراجعه النفس، ولكن مع تازم الوضع الحالي في الاديوره ومع قتل رئيس دير اصبح الوضع مش مستحمل ان يبقى فيه مهادنات وفي فرص وفي فكره ان احنا نستنى عليهم، وكان واضح تماما في رد فعل يعقوب مقاري، كان رد فعله برضه عنيف جدا، ان هو لا خلاص طب انا هرسم رهبان وهبقى انا قائد نفسي يعني. طب ايه الموقف او ايه الادوات اللي في ايد الكنيسه علشان تواجه بها هذه الازمه وتواجه بها هذا يعني لو صلح ان احنا نسميه انشقاق يعني بين قوسين؟ يعني هو بمجرد تجريد الراهب من رتبته، هو مجرد تجريده والكنيسه طلعت قرار بان الاشخاص المتواجدين جوه الدير مش بيمثلوا الكنيسه ومش رهبان، اصبح هم مواطنين دلوقتي، هم تحت سلطه الدوله وليس تحت سلطه الكنيسه. فالكنيسه خلاص اعترفت بان الناس دي مش موجوده، وعوده لاسمائهم العلمانيه، هم لسه بيلبسوا الزي الكنسي، فبالتالي هم رموا الكوره في ملعب الدوله. بالظبط. طيب يعني خلينا بقى ناخد الجزء التقني ده برضو لانه مهم. الكلام اللي بيقوله الراهب انه من اصدر او من اعترف بالدير ومن صرح الدير هو البابا شنودة، فبالتالي ليس من حق البابا توادروس انه ياخد اجراء اخر، هل ده صحيح؟ فكرة هو ليس مش بس دير الانبا قراص اللي هو عليه المشكلة، هو ده في أديورة في اللجنة اللي انعقدت عقب مقتل الانبا بيفانيوس برضو أصدرت بخصوص أديورة تانية في أمريكا إن دي ليست تابعة للكنيسة واللي جواها مش تابعين لينا وخلاص مش بيمثلونا ولا احنا بنمثلهم. ففكرة التشبث باسم البابا شنودة هو فكرة التمسح في الشخصية اللي المسيحيين بيعتبروها الكاريزما والقيادة. فإن هو يقول ده اتعمل في عهد البابا شنودة فما ينفعش، دلوقتي احنا في عهد البابا توادروس وهو له كامل الأحقية، خاصة إن هو ده مش قرار منفرد، قرار بالمجمع المقدس مع لجنة شؤون الرهبنة والأديرة، فده مش قرار البابا توادروس، ده قرار كنسي. يعني هو بيلعب على حتة نفسية مش حتة قانونية يعني.
بالظبط، هو بيلعب على حته نفسيه ان ده ممكن يثير الاقباط، ولكن يعني كان المفاجئ، وهو طبعا الاقباط هم جزء من الشعب المصري اللي هو غير متوقع اطلاقا، ان الناس او الشريحه الكبيره الغالبه من الاقباط ما تعاطفتش معاه. هو كان في توقع ان يتم التعاطف معاه بالتلاعب على فكره ان ده دير البابا شنودة نادى ببناه، ما تمش التعاطف معاه واعاد للاذهان قصه ماكسيم شيل اللي انشق عن الكنيسه وقرر ان هو بطرق صحيح. تحديداته، وهو فهو اعاد للاذهان تاني القصه دي. فحتى لو الناس مختلفه مع البابا توادرس، لا احنا مش هنقبل ان يبقى في حد بيقول ان في اتنين بطارقه او في حد مش تحت سلطه البابا توادرس. طيب يعني هما بعد ما تم تجريدهم كده من صفة الرهبانة، هل في القانون حاجة بتعاقب مثلا على انتحال صفة راهب؟ هل في حد بيعاقب على هذه التهمة؟ حقيقي انا ما عنديش معلومه قانونيه فيما يخص ده، بس انا عرفت ان المحامي نجيب جبرائيل تقدم ببلاغ ضد يعقوب المقارب انتحال صفه رجل دين. فانا قانونيا ما اقدرش اعرف مدى قانونيه ده او مدى مخالفه ده للقانون، وهل يتم التعامل معاه بانتحال صفه زي انتحال صفه ضابط او انتحال صفه صحفي. فما اقدرش اعرف بيتم التعامل ازاي. هو كمان وجه اتهامات اخرى زي جمع اموال طائله بدون سند، في اقتصاد داير جوه بعيدا عن الضرائب. يعني تم توجيه يعني البلاغ المقدم في حاجات كتير غير انتحال حاجات ماليه صفه. كمان. تمام. أنا بشكرك شكرا. لكن مدى قانونية ده أنا حقيقي مش متأكدة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة كارولين كامل الصحفية في موقع مدى مصر. وخلونا نرحب عبر الأقمار الصناعية من واشنطن بالسيد كمال سيدرا الناشط الحقوقي. سيد كمال برحب بيك معايا في بتوقيت مصر. واضح أنه حادثة اغتيال أو حادثة قتل أبيفانيوس كانت مجرد بداية، يعني واضح أنها من بعدها بدأ يبقى فيه مشاكل كتير بتظهر على السطح، قرارات إدارية كتير بتاخدها الكنيسة، واضح أنها رفعت الغطاء عن مشاكل كتيرة كانت موجودة لكن مش محسوس بيها. هو بالطبع المؤسسة كيان كبير، كنيسة مؤسسة كيانها كبير جدا في مصر، بيتباعها كثير من الكنائس والأديرة والإبراشيات في مصر وبره مصر، وأي مؤسسة بالحجم ده طبيعي يبقى فيها مشكلات، وطبيعي كمان الإعلام يهتم بيها، وطبيعي أنها تشغل الرأي العام بشكل أو بآخر، بحيث أنها مؤسسة وطنية وبتمس نسبة كبيرة جدا من الشعب المصري كأقباط، وجيرانهم المسلمين اللي موجودين برضو يهمهم يعرفوا إيه الأحداث اللي بتحصل. فطبيعي أي مشكلة صغيرة ممكن تكبر، وأي مشكلة كبيرة ما تحلتش بتكبر وتفتح مشاكل تانية. يعني في مشاكل، والمشاكل متراكمة من سنين لسنين لسنين، والمشاكل دي مش كل الناس بتقدر تحط ايديها عليها وتصلحها، وفي ناس بتخاف تصلحها. لكن في بعض الأحيان ظروف زي اللي حصلت زي قتل رئيس الدير أو مشكلة زي اللي ظهرت في الإعلام دي، أعتقد أن الإدارة الكنسية المفروض تفكر بشكل جدي في حل المشاكل دي. مش حلها دلوقتي، حل المشاكل اللي ممكن تظهر مشابهة ليها في المستقبل، وفي نفس الوقت المشاكل التانية اللي لسه مستخبية وممكن تطلع في المستقبل المفروض يبقى في زي لجنة تطلع من المجمع المقدس وتبتدي تحلل المشكلات وتفتح باب ان احنا نقدر نبعت لها كأفراد من الكنيسة مشكلات بشكل او بآخر، ويبتدوا يفكروا في المشاكل دي قبل ما تكبر اكبر واكبر واكبر. طيب واضح زي ما قالت أستاذة كارولين انه كان منتظر انه هذا الراهب يحصل على بعض التعاطف يعني من الشعب القبطي، لكن ده ما حصلش. فهل اللي حصل من بعد حادثة القتل إدى البابا يعني تعاطف هو أكبر من أي قضية أخرى عابرة، فبالتالي بقى معاه شعبية وبقى معاه يعني ما يشبه التفويض من الأقباط بأن يصلح البيت الكنسي كما يتراءى له؟ هو طبعا البابا عامة في المفهوم اللي موجود في قلوب الناس كأقباط هو اللي ليه سلطة يعمل كل حاجة، فهو ما كانش محتاج الجزء ده عشان ياخد السلطة. جذب التعاطف من خلال ذكر اسم البابا شنودة ما نجحش، لأن في الحقيقة الأحاديث اللي اتنشرت عن الراهب كانت أحاديث ضعيفة، وكلامه فيه تضارب بشكل أو بآخر، ويعني ما كانش ما يعني مش أنا مش حاسس إن عنده قضية يقدر يدافع بيها عن وجوده في الدير، وإنه لأنه في الأصل هو مخالف لواحد من أهم أو واحد من النذور الرهبنة، وهم الثلاث نذور الرئيسيين الباتولية والفقر الاختياري، والثالث هو ده اللي خلفه الطاعة.
واذا كان هو بيطيع للبابا شنودة فطبيعي هو بيطيع لباب الكنيسة لبابا الكنيسة مش بيطيع لشخص بعينه. فالبابا بمجرد ما بقى بابا الكنيسة هو ما بقاش شخص، هو بيتعامل بالمنصب القانوني الرسمي اللي موجود. فانا مش شايف نقطه خلاف ان هو ينفع يعمل خلاف عليها، لان في الاخر القضيه هتلف والاداره الكنسيه هتنتصر في الموضوع، لان هو مخالف لبند من نزل رهبنته وتم شالحه بسببها. طيب تم تجريده. انت اشرت لنقطه مهمه جدا وهي فتح الباب لما يمكن ان نسميه حوار مجتمعي داخلي بين الاقباط وبعضهم وكنيستهم، بحيث لا يكون القرار فقط قرار فوقي ويكون في مجال أنه يفتح الباب أمام عرض المشكلات، التناقش في أفضل طريقة لحلها. هل ده وارد ولا البناء المفترض يعني للكنيسة بيخلي أن الناس المفروض تاخد القرارات اللي تتراءى ليها دون رجوع لأحد يعني؟ هو في الحقيقة المفروض أن البناء الإداري في الكنيسة بيسمح بتواجد العلمانيين، والعلمانيين اللي معناها أنهم مش رجال الدين من الكنيسة، أنهم يشاركوا في اتخاذ القرار. الموضوع ده بأشكال مختلفة موجود، زي مجالس إدارات الكنائس بتبقى من العلمانيين والمجلس الملي، ولكن على مدار سنين طويلة من يمكن وجود البابا شنودة كشخصية قوية ابتدى دور العلمانيين انحصر بشكل كبير، وابتدى ما يبقاش ليهم تواجد أو تأثير فعلي في اتخاذ القرارات. والجزء الثاني هو ان استسهال الدوله للتعامل مع الاقباط من خلال الكنيسه ومن خلال بابا الكنيسه خلى الكنيسه بتمثل ليس بس الاداره الروحيه لكن اداره سياسيه واداره اجتماعيه وما شابه. فدور العلمانيين انحصر بشكل او باخر داخل الكنيسه في طاعه رجال الدين او انهم تحتهم في القرارات لكن ما لهمش اي سلطات بشكل او باخر، مع ان الكنيسه رجال الدين هم ناس افاضل على عيننا وعلى راسنا وليهم خبرات كبيره جدا في العقيده والطقس وكل الامور الكنسيه، ولكن مش بالضروره يبقى ليهم كمان خبرات في الامور الاداريه والامور الماليه والامور السياسيه. المفروض ده يترك بشكل او باخر للاطار المجتمع الطبيعي بتاعه، وهو الاطار العلمانيين او اطار المواطنين بغض النظر عن ديانتهم اذا كانوا مسيحيين او مسلمين. الكنيسه كمان خدت دور تاني نتيجه قصر طور الدولة، وهو الدور الاجتماعي. فالكنيسة عندها مستشفيات وعندها حضانات وعندها مراكز دار أيتام وما شابه، كل الحاجات دي المفروض يقوم بها العلمانيين كلها تحت إطارات مختلفة، قد تكون منظمات مجتمع مدني، قد تكون حتى خدمات كنسية ولكن بيديرها علمانيين. طبعا اللي بيخدموا في الأصل هم علمانيين واللي بيديروا علمانيين، لكن القرارات من فوق مش بمزاج العلمانيين، لازم رجال الدين ياخدوها. الموضوعات الإدارة الكنسية البحتة زي المشكلة بتاعت الراهب دي أعتقد دي في إيد الكنيسة، ولكن لازم الكنيسة تستعين بقانونيين على سبيل المثال من الكنيسة من العلمانيين في الكنيسة عشان يساعدوها في اخذ القرارات. لازم تستعين بإعلاميين كمان من العلمانيين عشان يساعدوها، لأن القرارات لما تطلع فيها تخبط بتبين شكل الإدارة. طيب انت وضحت لنا انه ده كان حاصل وقت إدارة البابا شنودة، انه ما كانش حاصل يعني ادماج للعلمانيين في الإدارة بسبب شخصية البابا شنودة من ناحية وارتياح الدولة لهذه الآلية في التعامل من ناحية أخرى. في عصر بقى البابا توادروس هل الأمر اختلف نسبيا ولا ما زالت السياسة على ما هي في إبعاد العلمانيين؟ أنا في الحقيقة ما شفتش أي خطوات كبيرة بإدخال العلمانيين. شفت بعض القرارات اللي اتخذت زي موضوع انتخاب أمناء الخدمة وفي بداية حبرية البابا توادرس، لكن بعد كده الكلام ده كله ما لم يتم العمل به وتوقف في كل حتة، وبقى الموضوع كله في قرارات من فوق. أعتقد أن البابا شوية منفتح بيتكلم مع الناس إلى حد ما، أنا ما بعرفش أتكلم معاه لكن يعني إلى حد ما، لكن في الآخر ما شفتش أي قرارات كنسية أو أي ترتيبات كنسية بتؤدي لتواجد العلمانيين واتخاذهم قرارات داخل الكنيسة. أنا شاركت بكل فخر في التجربة كان عملها أحد الأساقفة في إبراشية، وهي وضع خطة استراتيجية لقيادة الإبراشية بتاعته لفترة قدام، ووضع نظم إدارية فيها حوكمة أو إدارة حكيمة للإدارات المختلفة كالإدارة المالية مثلا للكنيسة أو حتى اختيار السياسه اللي بدات في عصر البابا شنودة نقدر انها نقول انها ما زالت مستمره ايضا في عصر البابا توادرس ولم يحصل التغيير جذري يعني عليها. انا بشكرك شكرا جزيلا
استاذ كمال سدرة الناشط الحقوقي على هذه المشاركة. بالضبط. هنروح لفاصل صغير وهنرجع نكمل باقي فقرات برنامجنا النهاردة، خليكم معانا. أهلا بكم من جديد في بتوقيت مصر. بعد 5 سنين بالتمام والكمال ويمكن أكتر يعني شوية من الحبس الاحتياطي، أخيرا صدرت الأحكام على أكتر من 700 متهم في قضية فض اعتصام ربع. الأحكام شملت 75 حكم بالإعدام والسجن المؤبد ل 47 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة ل 374 متهم، ده غير 22 متهم من الأحداث صدرت عليهم أحكام بالسجن 10 سنوات. المصور الصحفي شوكان اللي كان يعني بقالنا فترة طويلة جدا بتابع قضيته واللي بيحصل فيها، كان من المجموعة اللي صدر عليها أحكام بالسجن لمدة 5 سنوات، وبالتالي هيخرج قريب، لكن هو برضه هتشمله الأحكام، يعني معناه مش هتنتهي بأنه خد 5 سنين وخرج، لا، في كمان حاجات مصاحبة لهذه الأحكام، هي المراقبة 5 سنوات، منعه هو ومن مثله يعني من التصرف في أموالهم، العزل من الوظائف الحكومية. منظمة العفو الدولية انتقدت بشدة أحكام الإعدام الجماعية، وكمان استنكرت عدم إدانة أي رجل أمن في أحداث رابعة العدوية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. عبد العزيز إبراهيم، إسماعيل محمد رشوان، ياسين إمام محمد سليمان بالإعدام شقا عما أسند إليه. بعد نحو 50 جلسة وثلاث سنوات من المحاكمة، صدرت اليوم أحكام محكمة الجنايات في قضية فض اعتصام رابعة التي تضم 739 متهما. الأحكام جاءت صادمة للكثيرين، حيث قضت المحكمة بإعدام 75 متهما أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، كما قضت بالسجن المؤبد على 47 متهما أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع، وأمرت المحكمة بالسجن 15 سنة ل 374 متهما، والسجن 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي و22 آخرين من الأحداث. وصدرت أحكام بالسجن 5 سنوات ل215 متهما، كان من ضمنهم المصور محمد أبو زيد المعروف باسم شوكان، والذي أمضى بالفعل هذه الفترة في الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى الحكم عليه ب5 سنوات أخرى من المراقبة الشرطية. ومن المفترض أن يغادر شوكان السجن خلال أيام بمجرد إعلان المحكمة لمصلحة السجون بالحكم واستكمال أوراق الإفراج عنه. وكانت قضية شوكان قد حظيت باهتمام دولي واسع، وكرم خلال سجنه بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. واستنكرت جهات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية قسوة أحكام الإعدام الجماعية، واعتبرت المحاكمة مسيسة وخالية من الضمانات، إلا أن مؤيدين اعتبروها أحكاما رادعة صدرت من قضاء مستقل. كما أشاروا إلى أن هذه الأحكام غير نهائية، حيث أنها قابلة للطعن أمام محكمة النقد. وكانت أولى جلسات المحاكمة قد انعقدت في ديسمبر 2015 بعد أكثر من 2 عامين من الحبس الاحتياطي استغرقتها تحقيقات النيابة، وقررت حينها المحكمة توسعة قفص الاتهام كي يستوعب العدد الكبير لمتهمي هذه القضية. ووجهت النيابة لهم تهما تتضمن مقاومة رجال الشرطة وقتل بعضهم والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة ومحاولة قلب نظام الحكم. وبحسب محللين فإن أحكام اليوم وغيرها من أحكام الإعدام والسجن المؤبد الجماعية تهدم أي استنتاجات بشأن حدوث مصالحات قريبة بين النظام وجماعة الإخوان، كما تطرح أسئلة عدة حول مدى استقلالية المنظومة القضائية المصرية وبعدها عن التسييس بعد إصدارها أحكاما غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحامي والحقوقي الأستاذ محمد عادل سليمان، وأيضا هيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ كريم عبد الراضي المحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومحامي شوكان. خلينا نرحب بيك في البداية أستاذ كريم وأبدأ معاك. يعني الناس فرحت النهاردة حتى لو الحكم بالإدانة، لكن كان في فرح أنه شوكان أخيرا هيخرج من السجن، وإن كان في معاناة إضافية اللي هي 5 سنوات مراقبة والإجراءات المصاحبة ليها. يعني هل هتبدأ إجراءات الإفراج عن شوكان قريبا؟
يعني في البداية بس أنا عايز أوضح إن إحنا عندنا مشاعر متضاربة. يعني إحنا سعداء وكل حاجة إن شوكان أخيرا هيخرج هيتعالج هيشوف أسرته هيشوف أصدقائه، لكننا طبعا مش راضيين تماما عن الحكم، لأنه حكم قاسي جدا بالنسبة له، سواء الإدانة من الأساس إن هو ياخد 5 سنين لأنه كان بيقوم بشغله، أو العقوبات الإضافية، العقوبات المكملة اللي هي تم عقوبته بيها زي منعه من التصرف في أمواله، وزي المراقبة الشرطية اللي هي هتضيع كتير من وقته وهتضيع كتير إضافة للفترة اللي هو قضاها بالفعل في السجن. إحنا طبعاً عندنا بعد ما المحكمة تودع أسبابها عند أسباب الحكم عندنا طعن بالنقض، طبعاً هندعم بالنقض لأن شوكان إحنا شايفين إن هو يستحق البراءة، وشايفين كمان ان الادانه من وجهه نظرنا بنت على ادله غير كافيه، هي التحريات فقط اللي قالت ان شوكان كان مشارك في الاعتصام، غير كده عنده بدل الدليل 10 ان هو كان بيعمل شغله، نماذج الصور اللي هو حاططها اللي هي بتبين ان هو ما عندوش اي انتماءات سياسيه، او حتى شهادات الصحفيين الاجانب، او حتى شهاده وكالة ديموديس، فاحنا شايفين ان في عيب قانوني في الحكم وهيخلينا نطعن قدام محكمة النقض، وعندنا ثقة باذن الله ان في النهاية شوكان هيحصل على البراءة. طيب يعني اجراءات اخلاء السبيل او اجراءات الخروج هو خلاص تم كمل ال5 سنين تماما ولا فاضل له حاجة؟ لا هو كمل 5 سنين وزيادة كمان شهرين، يعني هو اللي هيحصل ان المفروض السجن هيخطر بالحكم، المفروض بالنيابة شوكان هيتنقل للنيابة هيمضي على صحة الإفراج اللي هي بتقول إنه هو كمل مدته في السجن، وبعد كده يترحل على الاسم التابع ليه علشان يشوفوا إذا كان مطلوب على ذمة قضايا أخرى أو مطلوب لأي سبب من الأسباب، وبعد كده المفروض بيخلى سبيله وبيخرج قبل ما يبقى بيروح المراقبة الصورتية اللي هو هيرتبها هو خارج من الاسم اللي فيه محل إقامته. طيب خليني يا كريم يعني انقلك انطباع كده مش عارف هو ممكن يكون صح او لا، هو وصل لكتير من الناس انه كان في رغبه انه غير ان محدش ياخد براءه انه محدش ياخد حكم اقل من ال5 سنين اللي قضاهم علشان ما يكونش في حرج، انه كل من قضى ال5 سنين هو تقريبا حكم البراءه استبدل بالحبس 5 سنين، لان انا لو حبست شخص 3 سنين وهو اصلا قضى 5 سنين في الاحتياطي الموضوع هيكون صعب جدا، يعني او خد براءه وهو محكوم عليه بخمس او قضى 5 سنين في الحبس الاحتياطي، كان هل لو ده حصل لو خد براءه شوكان مثلا سواء دلوقتي او في النقض وهو قضى بالفعل 5 سنين في الحبس، هل يكون من حقه انه يطلب تعويض، انه يرفع دعوه على الحكومه، انه ياخد اي اجراء؟ طبعا يعني هو في البدايه كانت مساله غريبه جدا ان قضيه يبقى متهم فيها 739 شخص مفيش ولا براءه واحده ياخد براءه، كانت غريبه جدا بالنسبه لنا، وكمان يكون اقل ادانه فيها 5 سنوات، دوت بيثير الشكوك حول ان هناك رغبه فعليا ان ما حدش يلجا بالتعويض على السلطات، ان ما حدش يسال ليه اتحبس كل الفتره دي، ان اتحبس 5 سنين، خصوصا ان احنا عارفين ان الحد الاقصى الحبس الاحتياطي هو محدد ب2 سنين بنص قانوني. فهيبقى في لوم شديد جدا، طب على الاقل كنت تسيبوه بعد 2 سنين اللي هي فتره الحبس الاحتياطي، وهيبقى في دعاوى طبعا بتترفع لاي حد خد براءه يطلب تعويض من السلطات على فتره الحبس الاحتياطي، وده يعني بنص القانون، فكده ما حدش بقى مستحق ده، لكن ده ممكن يحصل بعض الطعن بالنقد طبعا اللي احنا بنتمنى ان هو ينصفنا المره دي يعني. طيب يعني خليني برضه اخدك لنقطه مهمه، يعني الكلام عن ال5 سنين اللي قضاهم شوكان، يعني لو افترضنا انه ده طبعا ده بيعززه الكلام اللي قاله القاضي نفسه للناس اللي خدت 5 سنين انكم خلاص خارجين، يعني كانه بيقول لكم انتوا بيقول لهم انتوا براءه، يعني ده بيعزز الشكوك دي، لكن حضرتك بتقول انه الادانه كانت مبنيه اصلا على مجرد تحريات سواء لشوكان او لناس ثانيه، مش عارف انت محامي حد تاني في القضيه ولا لا، بس الكلام برضو بيتردد من كل الناس اللي تم اتهامهم او عدد كبير منهم ان الموضوع متعلق فقط بمحضر تحريات بدون احراز بدون ادله ادانه واضحه، ازاي ده يحصل وفي نفس الوقت يتحكم على كل الناس بالادانه؟ حتى التحريات ما قدرتش تحدد دور لاي شخص، وفي مبدا ان الاحكام الجنائيه تبنى على اليقين ما تبناش على الشك، واي شك يفصل لصالح المتهم. التحريات نفسها حتى جماعيه، يعني بتقول ان العدد ده من الاشخاص شارك في الاعتصام، اعتدى على ممتلكات، شارك في عصابه اجراميه،
من غير ما تحدد ده عمل ايه وده عمل ايه، الا باستثناء عدد قليل جدا اللي هم يعتبروا قيادات قالت انهم حرضوا او عملوا اقتناع او غيره. يعني غير حتى التقريرات مش واضحه. اه طبعا، غير ان الفيديوهات اللي موجوده برضو اللي بيظهر فيها عدد قليل جدا، محدود جدا، يعني ما يتخطاش اصابع اليدين اللي من المتهمين في القضيه، غير ان الشهود اللي جم ما فيهمش حد برضو قدر يحدد دور لاي شخص، يعني يقول انا شفت الشخص ده بيعمل كذا. ففي النهايه ده ما ينفعش في وجهه نظرنا ومن الناحيه القانونيه ما ينفعش ان يتبني عليه حكم. الحكم لازم يبقى عندي يقين ان الشخص ده ارتكب جريمه قتل ويبقى فيه الادوات ويبقى معروف هو عمل ايه بالظبط، وحتى في القضايا العاديه الجنائيه بيتم تمثيل الجريمه. ده من النيابه بيحصل مناظره وبيتم تمثيل لكن الجريمه. لكن ده كله ما حصلش. تمام. علشان تبقى واضحه، لكن ده كله ما حصلش وهي كلها مبنيه على تحريات، حتى اقوال الشهود كانت عامه واقوال الشهود حتى ما قدرتش تحدد اي دور. وبالنسبه لعدد كبير جدا منهم شوكان اللي ما حدش قال انا شفته اساسا. طبعا احنا في انتظار اكيد، يعني هنتابع تقديم الطعن وما سيترتب على هذا الطعن. بشكرك شكرا جزيلا استاذ كريم عبد الراضي المحامي بالشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان ومحامي شوكان. هنتقل لك استاذ محمد عادل سليمان واعتذر ليك يعني على التاخير. البدايه كانت احكام الاعدام في المنيا، يمكن كانت الاحكام الجماعيه، يعني لو حبينا نبدا بايه بدايه الاحكام الجماعيه، كان في حكمين كبار في المنيا تقريبا مجموعهم حوالي 700 شخص خدوا احكام اعدام جماعيه، وكانت النقطه الاساسيه الموجهه او نقطه النقد الاساسيه الموجهه للحكم انه تم على عجل ومن تاني جلسه ومن غير سماع شهود وما الى ذلك. لكن احنا قدام جلسه تعقد فيها 50 جلسه على او قدام يعني قضيه تعقد فيها 50 جلسه على مدار 3 سنوات، هل ده يقلل من الانتقادات الموجهه للحكم انه معنى كده ان المحكمه استمعت وخدت الاجراءات القانونيه واستمعت للشهود وعرضت الادله وما الى ذلك؟ يعني ما ينفعش نعمل مقارنه بين اللي حصل في المنيا واللي حصل واللي بيحصل وحصل دلوقتي في قضيه فض اعتصام رابعه. في المنيا كان بشكل واضح يعني في فوره الهياج اللي كان حاصل بعد 30/6 وفكره الاحاله للمفتي من تاني جلسه بدون مرافعات بدون حضور بدون اي شيء، يعني كان حاله من حالات انه في قاضي حب يعمل يعني يشارك بينقط يعني في هجوم الدوله على الاخوان بشكل بلدي جدا وكانه يعني او بيزايد مثلا او بيثبت ولائه للاجهزه الامنيه، كان حاجه خارج اطار منظومه العداله تماما يعني. والحكم بتاع النهارده برضه خارج اطار منظومه العداله ولكن بشكل اقرب للحفاظ على الاجراءات الروتينيه، لكن الاثنين ما فيش فرق ما بينهم، الاثنين احكام جماعيه، الاثنين زي ما قال صديقنا كريم ما لهمش اي علاقه بتسبيب الاحكام الجنائيه وشخصيه العقوبه ومسؤوليه الجناه وفكره تحديد كل فعل قام بيه كل مجرم. يعني انا عندي 75 واحد خدوا اعدام عشان في كام ضابط شرطه مات، طب مين فيهم قتل؟ وهل مثلا اللي ضرب هفترض تم قتله برصاصه، يعني اللي ضرب المسدس زي اللي اشترى المسدس زي اللي عمل كذا زي اللي وشى زي اللي سكت زي اللي اتاخر عن الاسعاف؟ يعني اكيد ال 75 دول كان في بينهم اتفاق على جريمه محدده، ايه هي شكل الاتفاق؟ ايه هي دور كل شخص من هؤلاء الأشخاص في ارتكاب الجريمة؟ طبعا كل ده لن يكون موجود في الحكم، وإن كان موجود سيكون أقرب للروايات بتاعة وكان حليفهما الشيطان حيث دبروا وقاموا، هذا الكلام الإنشائي الذي يبعد تمام البعد عن قواعد المحاكمات العادية. يعني عشان يكون قدامنا اللي احنا بنشوفه النهاردة تامر يعني مكتملة الأركان لازم يكون معروف كل واحد عمل إيه وإيه الدليل على إنه عمل هذا الفعل ومقدار تسببه في الفعل بالظبط، وبالتالي هو خد كذا. لازم كل شخص من 700 أو الأكثر من 700 يكونوا عندنا إجابة واضحة لكل الأسئلة دي. طبعا ده أبسط 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 قواعد العدالة، وده أول مبدأ خدناه في الجامعة يعني وإحنا بندرس كلية حقوق، يعني إنه في مسؤولية وفي شخصية للعقوبة، وإنه لو إحنا الاتنين بنتخانق أنا وإنت بنتخانق مع طرف تالت وأنا في إيدي شو ما ضربته قتلت وأنا اللي هقتلت إنت ما قتلتش يعني. وهل هو ضرب أفدى إلى الموت ولا هو تعمد؟ هل في سبق إصرار وترصد ولا لا؟ هل في
يعني في أسئلة كتيرة بيتجاوب عليها وما فيش حد بيصدر حكم بإعدام 75 واحد كده أو 700 واحد أو وإحنا كمان يا ثامر النهاردة قدام قضية يعني مش معقولة 739 متهم توفى منهم خمسة هم دول بس اللي تم استبعادهم لانقضاء الدعوة الجنائية وال734 ياخدوا أحكام مفيش واحد اتقبض عليه أثناء فض الاعتصام بالغلط مش معقولة يعني. ما هو ده ياخدنا يعني برضو للاحتمال اللي طرحناه على كريم انه يكون في قلق من انه ناس قضت خمس سنين في الحبس الاحتياطي تخرج تقاضي الدولة على انها احتجزتهم خمس سنوات بدون وجه حق فخدوا الخمس سنين اللي هم قضوهم وهي ضربة مفيش تقاضي للدولة يعني. لازم نوضح انه مفيش تعويض عن اعمال الحبس الاحتياطي في القانون المصري للأسف مفيش تعويض عن أخطاء السلطة القضائية حتى هذه اللحظة فقط هناك تعويض أدبي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية أنه يتنشر في جورنان أنه يعني المتهمين دول بقوا في السجن بدون ذنب يعني وإحنا عندنا مثال عظيم وقريب يعني على أنه الدولة ما بتستحيش من هذا الكلام وأنه عشان القضية مثلا ليها سمعة دولية أو كذلك فالدولة بتحاول تهرب من ده لا خالص في قضية بلادي قعدوا المتهمين في قضية بلادي 3 سنين في السجن ثم صدر حكم ببراءتهم هذه الدولة لا تستحي من شيء ولكن إحنا في قضية رابعة تحديدا وكأن الموضوع أنه يعني إثبات طب لصحة ده سؤال برضو اتحط النهاردة من كتير من الناس تأكيد على محمد أنه ليه أنتوا متفاجئين النهاردة أو ليه أنتوا تتكلموا عن قضية فض اعتصام رابعة والأحكام الجمعية فيها باعتبارها حدث أو استثناء ما ده اللي بيحصل في كل القضايا تقريبا اللي اتقدمت بهذا الشكل خلال السنوات اللي فاتت عشان المره دي زي ما قلت في الاول يا تامر خدت شكل المحاكمه يعني احنا كنا تروح عند ناجش حياته فيقول للناس والله انتوا جايين كده يلا كلكم اعدام نروح المنيا فالمحامين يقولوا يا ريس عايزين اجل عشان كذا وكذا يقول لا احلت اوراق المفتي يعني ما فيش ادنى شكل من اشكال المحاكمه المره دي احنا بنتكلم في أكتر من 40 جلسة يعني قريب من عدد 50 جلسة شهادة شهود واستماع يعني مسرحية كاملة متكاملة عشان في النهاية أخد 734 واحد أقول ما فهمش واحد جه غلط الناس دي كلها لازم تتحاسب وكأن الحكم الصادر اليوم هو تبريء للنظام السياسي عما قام به من قتل عشرات ومئات مش عشرات المصريين هي دي النقطه بقى يعني بعض الناس حتى اللي هم ما لهمش اي هي هو ده الجوهر بيسالوا سؤال ماشي هنفترض انه 700 دول تسببوا في قتل افراد من الشرطه وان هم هذه الاحكام يعني ماشي هنتجاوز عنها لكن في المقابل في 700 شخص تقريبا بالتقديرات حتى الرسميه 600 وبعض العشرات قتلوا في فض اعتصام رابعة ولم يقدم ضابط واحد ولا فرد شرطة واحد لمحاكمة ولو حتى في الآخر تبرأوا أو أي جزاء إداري عن استخدام قوة مفرط بحسب حتى استخدام أو التعبير اللي استخدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالضبط يا تامر هو ده الفكر إحنا قتلنا الناس دي عشان تستحق تتقتل وهنحكم على الناس دول بالإعدام عشان قتلوا مننا كام واحد وإحنا بنقتلهم يعني الموضوع كده يعني التوت والنبوت مفيش قانون المحكمة هتعمل شكل محاكمة لكن احنا قتلناكو ومحدش مننا هيتحاكم وعشان احنا عندنا ناس واحنا بنقتلكو اتقتلت فهنقتل قصادهم ناس تانية مع برضو التأكيد على انه مفيش حد مع انه حد يتقتل يعني هو اللي بيحكم الطرف ده ولا من الطرف ده يعني مع استنكار الفعلين طبعا لا انا بتكلم على منطق الدوله مش يعني ما طبعا احنا مش محتاجين انه قبل كل كلمه نقول ان احنا ضد يعني للاسف بنبي ضد جرائم الفض ضد محمد والله انه يمارس عنف لازم نوضحها طول الوقت ولازم وضد ممارسه العنف ضد اجهزه الدوله يعني ده امر منتهي ان احنا ضد العنف من كل الجهات ولكن كمان الدوله عندما تستخدم العنف تجاه مواطنيها وينتج ذلك وفاة طبقا للتقديرات الرسمية أكثر من 800 بني آدم لازم يكون في تحقيق لكن إحنا عندنا 800 في رابعة عندنا 37 في عربية الترحيلات عندنا يعني عربية الترحيلات جريمة واضحة محددة فيها جاني واضح أنا وقت بيخلص فعشان كده أنا عايز أخد سؤال أخير ما ينفعش ما نطرحوش لأنه إحنا مستنيين زي ما قال كريم وزي ما قال المحامين إن هم يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض وإحنا عندنا سوابق كتير محكمة النقض لغت فيها أحكام كتير من اللي صدرت بعد 2013 أحكام ناجش حتى تقريبا كلها ألغيت في النقض فهل إحنا ممكن يكون قدام احتمال شبيه إن ده يحصل أيضا مع هذه القضية؟
أعتقد طبعا يعني أعتقد أنه أوراق هذه القضية لن تكون أفضل حالة من أوراق ناجش حياتها. أعتقد أن الدولة فقط احترمت شكل المحاكمة، لكن المضمون زي ما قال صديقنا كريم كله مبني على التحريات، ما فيش أي أدلة ثابتة، ما فيش أدوار واضحة للجناة، وده كله بيدي يعني أسباب لنقض الحكم بأريحية، يعني أنه يتم نقض الحكم. ولكن الأزمة يتامر أنه إحنا عدنا 5 سنين حبسين الناس احتياطي، في ناس واخدة أحكام 15 سنة، واخدة ناس بأحكام بمؤبد، وناس ب10 سنين. أنا بشكرك صحيح على المرض يخلص ويحكم ويفصل، هكون ناس قضت النهاردة. أنا بشكرك شكرا جزيلا محمد عادل سليمان المحامي والحقوقي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، والشكر دايما موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. بكرة إن شاء الله هنكون معاكم في حلقة جديدة من بتوقيت مصر، لحد ما نشوفكم تصبحوا على ألف خير.